عرضنا لكم الوثيقة المسربة اللي كان بعتها سيادة الوزير وزير التنمية المحلية لمحافظ الشرقية، بيطالبوا بسرعة تنفيذ الإزالات للضغط على المواطنين وتخويف المواطنين عشان يدفعوا فلوس للدولة. بعضها في الوقت ده الناس قالت لن تستجيب المحافظات والمحافظين هيتعاملوا بالرأفة مع المواطنين، لكن يبدو أن الموضوع فعلا ذات جدية وذات أهمية لدى السلطة والنظام في مصر. لما ما نفعتش رسالة ووثيقة وزير التنمية المحلية، بيطلع علينا كمان رئيس الوزراء بنفسه، زي ما بيقول البرلمان اليوم، جريدة البرلمان اليوم بتقول رئيس الوزراء للمحافظين لا تأخذكم رأفة ولا رحمة مع المخالفين في البناء، وكأنك بتتعامل مع شعب آخر، وكأنك بتتعامل مع أعداء، وكأنك بتتعامل مع حد بيقتلك أو حد بينك وبينه طار. ده الكلام اللي بيقوله رئيس الوزراء للمحافظين، هدوا على راس أصحابها، ما تبصش لعياط، ما تبصش لاستغاثات، ما تبصش لأهات المواطنين المصريين. ده مش بس كده، ده يمكن في بعض الصور اللي تم تداولها خلال الساعات اللي فاتت على مواقع التواصل الاجتماعي بتقولك ازاي الدولة دي بتتعامل مع المواطن المصري. في صورة كده بعنوان سيلفي الخراب، فاكرين لما تم حريق القطر في محطة مصر، كان بعض من العساكر بيتصوروا مع القطار المحروق. حصل بالظبط لما حصل وفض النظام رابعة العدوية، شفنا الضباط وهم بيتصوروا سيلفي مع الدم ومع الناس اللي مقتولة ومع المسجد المحروق ومع الجثث المحروقة. امبارح كمان فيديو لأحد العساكر من نظام ومن شرطة وداخلية عبد الفتاح السيسي، واقف بيتصور سيلفي مع بيت مهدود، ما سألش نفسه أيوة هي الصورة دي، ما سألش نفسه يا ترى صاحب البيت اللي اتهد ده جاب الفلوس منين، ولا حوشها ازاي، ولا هو قاعد فين دلوقتي هو وعياله ومراته والأسر اللي تم تشريدها بسبب هد البيوت. ما بدافعش أبدا عن المخالفين، ما بدافعش ابدا عن اي حد تجرأ على ارض ملك الدوله او ملك الاوقاف او حتى ارض زراعيه دون وجه حق، لكن في حاجه اسمها روح القانون. ما يبقاش هدفك فلوس وهدفك تصالح قدام الناس، انا هدفي الحفاظ على الرقعه الزراعيه وهدفي الحفاظ على ممتلكات الدوله وارض الدوله، لكن الحقيقه انت هدفك تحلب الناس وتاخد منهم فلوس وتخوفهم وتخليهم يجوا يتصالحوا ويدفعوا من 50 لحد 200 ألف جنيه زي ما جه في بعض التصريحات وبعض الأخبار. وده اللي بيعمله نظام عبد الفتاح السيسي، لا يرعى ولا بيحافظ ولا عنده أي شفقة على المواطن المصري، زي ما قتلوا في ميادين وشوارع مصر بيقتلوا النهاردة بالغل والحسرة، بيقتلوا كمان بالفقر، بيقتلوا تحت عجلات القطر والمترو، بيقتلوا بالفقر، بيقتلوا كمان بفيروس كورونا. بالنهاية أهم حاجة عندهم هياخدوا كام وهيحصلوا كام، لأن هم بيتعاملوا مع المواطن على إنه سبوبة أو على إنه مصلحة أو على إنه زبون عندهم في الدولة المصرية. أنا الصورة دي وجعاني قوي، الصورة اللي احنا شفناها قبل شوية، وياريت كده الشباب يحطوها لنا تاني. الصورة دي وجعاني يعني بدرجة لا أحد يتخيلها، لكنها تعتبر أصدق صورة بتعبر عن وضع المصريين تحت ظل حكم العسكر. عايزك تبص كده وتتأمل في الصورة، العسكري اللي خرب ودمر وهدم واقف بياخد سيلفي مع مصر المهدودة. حاول بقى تشوف اللي مهدود ده، الصحة المصرية، التعليم المصري، السياسة، الاقتصاد، السياحة. مش لازم البيت اللي موجود وراء العسكري وبيتصور معاه سيلفي هو منتشي وفرحان وفخور باللي هو عمله يبقى بيت اتهد في الإزالة. ممكن يبقى أي مجال من المجالات اللي خربهم العسكر، خربهم العسكر من أيام عبد الناصر مرورا بالسادات ومبارك ووصولا لعبد الفتاح السيسي. تخيل كده وتوقع وسيب عقلك وسيب دماغك تفكر اللي مهدود وراء العسكر ده يبقى إيه؟ يبقى النقل والمواصلات، يبقى سمعة مصر الداخلية والخارجية، يبقى نهر النيل وحق المصري التاريخي في مية النيل. ممكن يكون كمان الخراب اللي ورا العسكري ده غاز المتوسط، أو يبقى سيناء
اللي دمرها العساكر والجيش، ممكن يبقى كمان أهلنا في الصعيد والقرى اللي مش لاقيين الحد الأدنى من الخدمات. الغريب كمان لو حطينا صورة تانية نبيل بعد إذنك، في مواطن واقف بيبص بحسرة على البيت المهدود والعسكري، عايزك تشوف رد الفعل وتشوف فرق التعبير وتشوف فرق الموقف ما بين العسكري اللي فرحان ومنتشي وبيتصور سيلفي مع البيت المهدود والخراب، والمواطن اللي بيبص بحسرة وكسرة على مصر اللي ضاعت، وهي دي مصر، وهو ده اللي بيحصل، وهو ده اللي وصلونا ليه العسكر بعد سنوات من حكم العسكر بالحديد والنار.